السلام عليكم متتبعي قناة كويزين أمجاد، مرحبا بكم. فيديو ديال اليوم إن شاء الله بغيت نبارطاجي معكم واحد الوصفة سريعة وكتجي لذيذة. هما لي ميني تارتوليت بالغاناش شوكولا، وفيها حشوة كتجي رائعة. دونك هنايا غنحتاجو في هاد الوصفة هاد لي تارتوليت لي سبق لي حضرتهم باش نختصر الوقت، و هاد من لاباط بريزي. دونك غتلقاو رابط الوصفه في صندوق الوصف. وغنحتاجو كذلك واحد كاس عنبه من لي بيبيت دو شوكولا او اقراص الشوكولا غيش، مهم على حسب المتوفر عندكم. غنحتاجو كذلك واحد 100 ملي من كريمه الخفق. وهنا عندي واحد الخليط، هنا التمر كيف ما تشوفوا، هنايا يعني عندي التمر فورتو وزودت لي العظم ديالو، وحاولت انني نطحنو مع الزنجلان. كيف ما تشوفوا الزنجلان باقي فيه صاين، كيجي رائع وكيجي لذيذ. دونك هادو هما المكونات اللي غادي نحتاجو ان شاء الله. على بركه الله. كريمه كتكون بحال هكا، بحال كتكون ثقيله على هذا الشكل. نديرها على نار تدفى، بعد ما دفات لينا الكريمه غنزيدو عليها الشوكولات ونبدا نضيف. دونك درت الكاس كامل، او اللي يبرد باش يتقال، باش يولي الشكل ديالو تكون الكثافه ديالو ثقيله. كيف ما شفتوا قد ما كيبرد قد ما كيتقال هنايا، دونك انا ما غاديش نخليه يتقال اكثر من هكايا. هادو كورتهم كرات نفس القياس يعني نفس الحجم. غادي ناخذ كل كره هنايا، غنحاول انني نضغط عليها بحال هكايا. يعني نبسطها بين يديا او بين صبعاني، نبسطها بين صبعاني بحال هكايا. ناخد تاني كذلك نبسطها واحد شويه بين يديا بين صبعاني. ندير لها كذلك الشوكولا. هنا تقدروا يا اما تستعملوا الشوكولا غيش، الشوكولا غيش كذلك غيعطي واحد اللذة رائعة. نستمر بهذه العملية حتى نكمل كل شيء.
بعد ما كنكمل التخطيط كاملين، كنحاول اني نزوقهم من الفوق بحبيبات الشوكولا اللي كتكون على هذا الشكل. كلنا نزوقوها ب واحد الطرف ديال التمر باش يبقى واحد الغابيل. المهم نتوما زوقوها باش ما بغيتو، يا اما باللوز ايفيلي ولا اللوز كونكاسي ولا نعمل خطوط شكلاط ولا نخليهم بحال هكاك. وفي الاخير كيكون هذا هو الشكل النهائي تاع ميني تارتوليت تاعنا. يمكن لنا نحتفظ بها في علبة ونوضعها في الثلاجة الى حين تقديمها. كانت هذه هي وصفة اليوم، سهلة ورائعة جدا. ما تنسوش الى عجبكم الفيديو ديال اليوم ديروا ليه جيم وبارطاج لا فيديو باش يستفدوا الجميع، واشتركوا في القناة باش توصلوا دائما كل ما هو جديد على القناة. خليت لكم الراحة وإلى فيديو مقبل إن شاء الله. مع تحيات كويزين أمجاد.